سلام الله عليكم متابعي قناة أنف وجالية الأعزاء. قبل ما نبدأ غادي نشكر يعني جميع المتابعين اللي تفاعلوا معنا، وكان التفاعل ديالكم كبير وهام جدا، ونشكر جميع المشاهدين اللي تسجلوا معنا وفعلوا الجرس واللي كيدعمونا دائما بلايك، وهذا تشجيع لنا وتحفيز لنا. كما كنذكر دائما اللي كيشاهدونا لاول مره يتسجلوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا، ويدعمونا كذلك بلايك تشجيع لنا لتقديم المزيد ان شاء الله. اذا الموضوع اليوم غادي نخصو مره اخرى لجنرالات الجزائر، وبالضبط جنرال عاد مؤخرا الى الجزائر. هذا الجنرال ما عرفتش اش عنده مع المغرب، هو دائما يعني في ذاك الموقع الخاص به الناطق باسمه، او هو ناطق رسمي باسمه، لانه هو كينفي بان الموقع ديالو، مع ان جميع المتابعين للشأن الجزائري يؤكدون ان هذا الموقع هو موقعه. إذن هذا الجنرال هذه المرة جاب موضوع جديد مفاده تقسيم المغرب إلى 5 أو 6 دويلات. كيف ذلك؟ هذا ما سنشاهده في هذا الفيديو. لكن قبل ما ندوز لهذا الموضوع غادي نعرج بعجالة جدا على ما يقع الآن في الجارة تونس. تونس هذه الأيام للأسف تعرف أحداث مؤلمة، وأخيرا الرئيس ومؤخرا الرئيس التونسي تعرض لمحاولة ديال التسميم، يعني محاولة اغتيال. كانت بزاف من القصاصات الأخبار على هذا الموضوع، هناك من يعزل الأمر ل يعني مسألة داخلية، يعني هناك بعض الخلافات داخل الشقيقة تونس، ثم هناك ما يعزل الموضوع لتدخل بعض الدول الجارة في تونس، والدول اللي معروفة بالعداء ديالها للجيران ديالها. ما عنديش تشي تأكيد حاليا على تورط خارجي في الموضوع، لذلك غادي نخلي هذا الموضوع جانبا على ما نستقي اكثر ديال الاخبار، عاد نرجع لكم لهذا الموضوع، لان ما كنبغيش نعطيكم شي معلومه اللي هي ماشي مؤكده. اذا باش نرجع للموضوع اليوم، فهاد الجنرال الحالم اللي كيحلم بزاف، فهو بعد ما دار واحد المقدمه طويله جدا عن ما يسميه بتطبيع بين المغرب واسرائيل، كيف كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية كترحب بالتطبيع، وبعد ما ذلك تحولات نفس وسائل الإعلام اللي بدأت كتنعت المغرب واحد طريقة وحشية وغريبة، ولزاد يعني طينا بلتان حسب ادعاء الجنرال أن حتى الحكومة الإسرائيلية فهي رافضة رفضا تاما الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، ويدعي بأن هذه الحملة اللي هضر عليها هو الإسرائيلية ضد المغرب، فهي جزء من استراتيجية تكون نهايتها مؤلمة جدا، أي يعني أن الهدف هو إحداث حالة من الفوضى في المغرب، وذلك لتسهيل انهياره. هذا هو حسب اعتقادي الهدف للتطبيع، عفوا الهدف لإسرائيل بعد التطبيع مع المغرب، والهدف النهائي حسب ادعائه من الخطة الإسرائيلية هو تقسيم المغرب إلى 6 كيانات. وكيضيف هاد الجنرال بأن التوغل الإسرائيلي في المغرب كان جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية وغيرها، ومشددا على أنه يجب على المغاربة أن يفهموا أن لا توجد أي منطقة لم تسلم من التسلل الصهيوني. ويضيف هاد الجنرال أنه أكبر مثال على التسلل الصهيوني داخل المغرب هو أن قطاع الأوقاف والشؤون الدينية
فهو يدار ويسير من طرف صهيوني باسم جيديري، وكيضيف بأن هذا جيديري هو صديق مقرب إن لم يكن الأخ صريح لأريي ديري وزير الداخلية الإسرائيلي الحالي في حكومة نتنياهو. وكيضيف هذا الجنرال بأن الأمر لم يعد فقط مسألة تطبيع بين المغرب وإسرائيل، بل هي مسألة توغل وتسلل للكيان الصهيوني داخل المغرب، وبالتالي حسب ظني لم يعد تهديد الصهيوني مقصور على القمع الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني يوميا في الأراضي المحتلة، لكن الآن فهو أصبح يهدد أمن واستقرار ووحدة المغرب. وكيكشف يعني بأن يعني المشروع اللي كتهدف ليه دولة إسرائيل هو تقسيم المغرب إلى 6 دول بخرائطها وأعلامها وحتى ترانيمها الوطنية، يعني أناشيد ديالها الوطنية، كما كشف النقاب عن شبكات العملاء بالصور ديالهم ومنظمة سريات ودعاء عشاق إسرائيل في المغرب الكبير اللي متواجدين داخل التراب المغربي. يا سلام، واش قاعد شي حب في المغرب؟ إذا كانت شي دولة باغي تقسم أو كتهدف لتقسيم المغرب، فهي بالدرجة الأولى هي الجارة الشرقية الجزائر. شكون اللي افتعل مشكل الصحراء المغربية؟ ماشي هي الجزائر؟ شكون اللي حاليا كيدعم المشروع الاستعماري التوسعي الإسباني في شمال المغرب، يعني في المدن السليبة سبتة وبنيلية؟ ماشي هي الجزائر؟ والآن هذا الجنرال كيجي ويعطي العبر للمغاربة ونسي نفسه، نفسي أنه متضلع جدا في العصرية السوداء داخل بلد. والله فعلا هذا شيء مضحك جدا. قبل ما ننهي الفيديو غادي نعرج على واحد الموضوع اللي توصلت به وانا كنوجد لكم هذا الفيديو. فتوصل بخبر مفاده ان الرئيس الفرنسي ماكرون فهو كيقوم حاليا بوساطة بين المغرب والجزائر. هذه الوساطة كانت بعد ما تصل بملك المغرب ثم بالرئيس الجزائري تبون، ولكن اتصاله بالرئيس الجزائري تبون فهذا الشيء صراحة مضحك جدا، لأنه من لا يعلم أن الجزائر ما عندهاش مؤسسات؟ الجزائر الرئيس لا يحكم، الجزائر الرئيس هو فقط واجهة أو دمية مدنية كتبان غير في الواجهة، والحاكم في الفعل في الجزائر هو جناح أو أكثر، عفوا جناح أو أكثر من الجنرالات. فإذا كانت أي دولة أو أي وسيط بغى يقوم بعملية وساطة بين المغرب والجزائر، فإذا كان في الجزائر في المغرب عفوا في المغرب كاين مؤسسات، فبالجزائر مع من غادي يهضر؟ واش غادي يتكلم مع الرئيس اللي هو فقط واجهة مدنية؟ واش غادي يهضر مع جناح شنقريحة اللي ما واحد ماشي وحاكم وحده؟ واش غادي يتحدث مع جناح ديال توفيق لأنه ماشي وحده؟ واش غادي يتحدث مع جناح ديال نزار أو جناح ديال بن علي بن علي؟ يعني هذه مسألة عفوا مشكلة عويصة جدا أنك تكون جار ديال دولة بدون مؤسسات.